بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان ثيم كولرز تكلمنا عن المرة اللي فاتت، اليوم راح نتكلم تحت العنوان ثيم فونز. زي ما أنا بتكلم عن وحدة عضوية في الألوان يا جماعة، بنتكلم عن الخطوط. القصة بتاعت ثيم فونز ديت يا جماعة، هو بيديني مجموعة من الفونتات بمنتهى البساطة. لو الناس أخذت بالها بتلاقي إن في كوليكشن من المجموعة تحت منها بيكون في خطين، ذات الخط اللي بيتحط في التايتل يا جماعة، والخط اللي تحت منه ده اللي بيتحط في الكونتنت في متن النص. وكل ما ابتدي بعمل بريفيو بيديني هو معالجات للخط ده. ساعات بتلاقي ان الخطين الاثنين زي بعض، وساعات بتلاقي في مثلا اختلاف ما بين التايتل وما بين متن النص. جاست كليك على الخط اللي حضرتك عايزه وبيبتدي هو يتطبق معاك. لو انا عملت تايب كرييت نيو ثيم فونت، هتلاقي ان يفتح لك الوزارة بتاع الفونتات ويفصل لك القصه دي بتاع ان انت عندك هيدنج فونت، عنوان للعناوين الرئيسيه اللي هم مثبت التايتلز اللي فوق، وعناوين او اسف اقصد خطوط للبادي فونت المتن بتاع النص، واديني سيمبل البريفيو يا جماعة. والكاستم لو انت كنت عايز تسميها باسم معين، دي الفكرة. نفس المشهد اللي انا عملته في الكالرز يا جماعة، بيني ممكن اضغط كليك يمين عليها واقول له ابلاي تو ماتشز لايك ماتشنج اللي زيها اور على الكل اور على السلايد ديت. بس هو نفسه ممكن اعمله في كليك يمين واقول له على الماتشنج ولا على كل السلايدات. ده بمنتهى البساطة القصة بتاعت وركينج وذ ذا فونتس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.